الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سألوا الحبيب المصطفى عن دينه، ما الدين والإسلام يا خير الهنا؟ فأجابهم هو حسن أخلاق الورى وتعامل بالحق فوق الالتزام. إني بعثت معلما ومتمما لمكارم الأخلاق والقيم الكرام. وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام، مقطع من ضمن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث به. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاءاتنا الرمضانية، نستعيد فيها الأخلاق الفاضلة ونستعيد فيها القيم الإنسانية. نحن اليوم على موعد مع صلة الرحم، خاصة في هذا الشهر الكريم الذي فيه تذهب الناس لبعضها البعض، وأيام زمان وعزومات الإفطار، والأب يعزم الأبناء والأحفاد، والجميع يتوافدون على كبير العائلة ليأكلوا من طعام واحد ويجلسوا على مائدة واحدة ويصلون في مسجد واحد ويكون قيامهم واحد وتهجدهم واحد، لأننا أمة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة: ألا إن إلهكم واحد، ألا إن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة المتألقين بمدينة المنصورة. يعني أهلا وسهلا ومرحبا يا مولانا. أهلا بحضرتك سيدنا، شرفتنا ونورتنا. الشرف لنا مولانا. تزداد تألقا في رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم الأمة. آمين يا رب، آمين يا رب. أعزائنا المشاهدين، صلة الأرحام أمر مهم حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله، لأن الله تبارك وتعالى تحدث إلينا في الحديث القدسي أن الرحم من رحمه، وأنها جزء من اسمه سبحانه وتعالى، هو الرحمن الرحيم. صلوا أرحامكم، توادوا، تحابوا، املأوا البيوت والشوارع بالحب والوئام والصلة والسلام والحب والرخاء. ولن يكون الاستقرار ولن يكون العدل إلا إذا كان هناك تواصل بين الناس وبين بعضهم البعض وبين الناس وأرحامهم. هذا ما نتحدث عنه مع فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد، سيطوف هنا في بساتين القرآن الكريم ليتحدث عن صلة الرحم. تفضل يا مولانا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، في البداية أحييك فضيلة الشيخ محمود، وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. صلة الرحم نحتاج إليها في زماننا هذا، في زمن العولمة، في زمن المادة، في زمن التكنولوجيا، في زمن الأيباد، في زمن الأيفون، في زمن الفيسبوك، في زمن التويتر، في زمن الشبكة العنكبوتية، نحتاج إلى صلة الرحم. يعني أنت حضرتك عايز تخلي الناس تبعت مثلا رسالة لبعضها على الواتس أب مثلا، ولا إيه؟ ياريت والله، ياريت يا شيخ محمود. أصل حضرتك بتتكلم دلوقتي عن صلة الرحم عن طريق الأيباد والأيفون، يعني كده حضرتك تتكلم بقى على الواتس أب، تتكلم على بعض البرامج زي مثلا اللاين، كل البرامج اللي الناس تتواصل فيها مع بعضها البعض. التكنولوجيا اللي احنا فيها دلوقتي نعمة من ربنا، نعم. فإما أن نستخدمها فيما يعود علينا بالخير، وإما أن يستخدمها الإنسان فيما يعود عليه بالشر. في زماننا دلوقتي ممكن بنشوف ناس ما يعرفوش عمهم أو عمتهم أو ما بيتقابلوش إلا في الأحزان وفقط، للأسف. وده واقع معاصر وبنشاهد، وحضرتك ممكن تكون قابلت نماذج كتيرة جدا، بس عايزين نعالجها، عايزين نعالجها. مع أن الله عز وجل قد أمر بصلة الرحم
منذ آدم عليه السلام إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلة الرحم ليست خاصية بأمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك بعض الأمور التي اختص بها الله عز وجل أمة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن من الأمور التي عمت جميع الأنبياء ووجب على جميع الأنبياء أن يفعلوها ويأمروا بها أتباعهم هي صلة الرحم، مصداقا لقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان وبذي القربى بذي القربى واليتامى والمساكين. تعرف أن أحد علماء النفس له رأي كده في الأجهزة الحديثة ووسائل التكنولوجيا الحديثة، أن التويتر وأن الفيسبوك وأن الواتساب والفايبر وكل الحاجات دي خدت الشباب من أهليهم، فكل واحد مشغول بحاجته، مشغول بجهازه، فالأب مشغول عن ابنه والابن مشغول عن أمه. إلا أن أنا في الاتجاه المعاكس قلت والله يعني أشوف الناس بتنفق أموال طائلة بالساعات الطوال في المكالمات الهاتفية، وممكن يقعد يكلم ناس واحد واثنين وثلاثة وصاحب وغريب وصديق وحبيب وتجارة وزراعة وكذا وكذا وكذا، وربما ينسى أن يحدث أمه أو أبيه ليهنئهم مثلا بقدوم رمضان. ما تيجي حضرتك كده نرسل برسالة لشباب الأمة، كل اللي قاعد يتفرج علينا النهاردة اللي ما كلمش أهله من زمان يرفع سماعة التليفون دلوقتي أثناء الحلقة وبعد الحلقة ويكلمهم يطمن عليهم بدقيقة، يعني زي ما بتنفق أموال طائلة، يعني نغتنم الفرصة كده ورسالة قصيرة كده، ابعت رسالة تهنئة، ابعت رسالة حب، ابعت رسالة سلام، شغل الواتساب بتاعك النهاردة لصلة الرحم، شغل التليفون بتاعك النهاردة لصلة الرحم، شغل أي حاجة تمتلكها النهاردة لصلة الأرحام. توافق على هذا يا مولانا؟ مع حضرتك، وياريت بدل ما نخلوه مثلا دقيقة نخلوهم خمس دقايق، يبقى والده ووالدته وعمه وخاله يتواصل مع الناس. في زماننا يا شيخ محمود بنشوف إن أولاد العمام ما بيعرفوش بعض، ابن الخال ما يعرفش ابن العمة. في ظل زي ما قلت حضرتك الشبكة العنكبوتية، الإنسان ممكن يقعد بال 24 ساعة قاعد قدام الفيسبوك، ومع ذلك ممكن يعني مش هنقول يستخسر، لا، يحصل له سهو لو ما اتصلش على ابوه او على عمه او على خاله. ياريت اي حد دلوقتي شايفنا دلوقتي وبيستمع لنا يتصل على اهله وعلى احبابه، ولو ما كانش هناهم بقدوم رمضان يتصل عليهم ويقول لهم كل سنه وانتم طيبين. لو انسان اي انسان بينه وبين حد مشكله دلوقتي خد القرار، اتصل عليه قول له كل سنه وانت طيب. ممكن حضرتك تقول له كل سنه وانت طيب بعدها تخرج روحك. طب على فكره مولانا انت ما قلتليش كل عام انت الخير. كل عام انت الخير يا مولانا. طيب يا سيدنا، يعني حينما ندعو شباب الامه الى هذا، هل لصله الرحم مميزات؟ يعني انت حضرتك لما تدعيني الحاجه عايزك تغريني، عايزك تقول لي ان في ميزه هاخدها، ان في فلوس احصل عليها، ان في مثلا غير الجنه دي في الاخره، انما هل هناك مميزات لصله الرحم؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث بالرسالة كان يصل الرحم. فستين خديجة رضي الله عنها، سيدنا النبي نزل عليه الوحي فراح لستين خديجة وقال لها إيه؟ زملوني زملوني زملوني. صحيح. فتقول له: ما بك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله إنك لتصل الرحم. إنك لتصل الرحم. ده كان قبل الرسالة أصلا، قبل الرسالة، قبل تكليف الرسالة. وتكسب المعدوم، والله لن يمسسك الشيطان بسوء. الله. معنى كده يعني الذي يصل رحمه بإذن الله تعالى لن يستطيع الشيطان أن يمسه بسوء بفضل تلك الصلة التي يتواصل بها مع أهلي ومع جيرانه. أبو سفيان عليه رضوان الله حينما جاء إلى هرقل وسأله عن أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: جاي يعمل لكم إيه؟ جاي يقول لكم إيه؟ فقال: والله إنه يأمرنا بالصلاة والزكاة وبصلة الأرحام. ده جاي يقول لنا إيه؟ اسأل عن عمك وعن خالك وعن قريبك. سيدنا جعفر بن أبي طالب حينما هاجر إلى بلاد الحبشة وسأله النجاشي: ما هي أخلاق نبيكم؟ وماذا جاء من أخلاق؟ فقال: أيها الملك، قلنا قوم أهل جاهلية، يأكل القوي منا الضعيف، نأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فأرسل الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وشرفه. فقال له: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا بصلة الأرحام وبالإحسان إلى الجيران وبعدم الكذب وبالصدق في المعاملات. فقال: والله إن هذه أخلاق الأنبياء. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاي يقول لك مش عايز منك فلوس، مش عايز منك حاجة، جاي يقول لك اتصل على والدك، جاي يقول لك اسأل عن أختك، جاي يقول لك اسأل عن جارك اللي جنبك.
هل تعلم بأن صلة الرحم يا شيخ محمود تطيل في العمر؟ الله، صلة الرحم تطيل العمر. طب وقف هنا يا مولانا. ليش؟ بعض الناس بيختزل المعاني الواسعة والمفاهيم الشاملة ويحطها في معاني ضيقة. يعني حضرتك لما تتكلم عن صلة الرحم البعض بيظنك انت تتكلم عن أب مع ابنه، ابن مع أبوه أو أمه، وهكذا. هل صلة الزوجة من صلة الرحم؟ هل صلة الجار من صلة الرحم؟ هل التواصل مع جيران الجامع من صلة الرحم؟ ولا الرحم مقصود على اللي خرج من بطن أمك وخرجت أنت من بطن أمك؟ لا طبعا حضرتك، ده صلة الأب والأم دي فرض. يعني ده صلة الأب والأم والتواصل مع الأم والسؤال عن الأم والأب والإنفاق عليهم إن لم يكن يعني معهم أموال، دي فرض على الإنسان. لكن صلة الرحم كلمة جامعة مانعة تشمل التواصل مع الجميع. يبقى عن إيه التواصل مع الجميع؟ يعني جاري، يعني ابن عمي، ابن عمي ابن عمي ابن عمي مثلا، تسأل عليه. عمتي اللي مسافرة مثلا السعودية أو قاعدة في الكويت أو قاعدة في أي مكان، أولادها أسأل عليهم. ومعنا برضك في مهمة جدا عايزين نوصله للأحباب، يعني مفهوم أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. لو حد جام كان معايا في المسجد وكان أنا أتودد إليه وأتقرب منه يعني قربة إلى الله تبارك وتعالى، وبنية صلة الأرحام وما بيننا، ده ممكن يكون في النهاية وعاء واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. نعم، ما هو الجميع من مكان واحد، والجميع يقول بني آدم. نعم، في حد في بني آدم وفي بني تاني. نعم، أولاد حواء عليها رضوان الله. نعم، فالجميع أخوة، أخوة في الدين، أخوة من أب واحد ومن أم واحدة. لا بس إحنا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى علمنا إذا أراد أن يخلق من أب من غير أب ومن غير أم خلق آدم عليه السلام، وإذا أراد أن يخلق من أم من أب دون أم خلق حواء عليها السلام، وإذا أراد أن يخلق من أم دون أب خلق عيسى عليه السلام، وإذا أراد أن يخلق من أب وأم خلق سائر الخلق من بينهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كلكم لآدم وآدم من تراب، يعني كلنا كده ولاد آدم وحواء. لو وصلنا بعضنا بنية صلة الرحم يبقى احنا في النهاية بنصل الأرحام طبعا، وبتاخد عليها الأجر. وبإن شاء الله من أحب أن يبسط له في رزقه، الله عايز بركة في الرزق، عايز طول في العمر، قال صلى الله عليه وسلم فليصل رحمة. يعني دي مميزات معنوية محسوسة دلوقتي وانت حي هتشوفها، ربنا هتشوف سبحانه وتعالى يكتر رزقك، هيطول عمرك، هتشوف الأثر المترتب على ذلك. نعم. في نقطة مهمة جدا، ممكن بعض الأحباب دلوقتي يقول لنا أنا اتصلت على عمي وعلى خالي ومع ذلك ما بيسأل عليا ولا بيقول لي أنت بتعمل إيه. لأن رنيت عليه النهاردة 5 رنات بعد ما سمعت حلقة الشيخ محمود، اتصلت على عمي أو على خالي محدش عبر فيا ومفيش حد يكلم فيا. هل معنى ذلك ان انا يبقى دوت بقى ايه؟ يعني خلاص بقى العزه بتاعتي ما ينفعش اتصل عليه بعد كده، وكبريائي ما ينفعش اتصل عليه بعد كده، وخلاص يروح زي ما هو عايز. طب نشوف كده سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونشوفها بعض النماذج. نضرب مثل مصطح ابنه أثاثة. صحيح، هذا الرجل الذي تحدث في عرض من؟ سيدة عائشة، العائشة رضي الله عنها، وبالتالي يتحدث في عرض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صح. وبالتالي يتحدث في عرض أبي بكر الصديق، وأبو بكر الصديق ده اللي كان بيصرف عليه. سيدنا أبو بكر الصديق كان يصرف يديله فلوس، كان ابن عمته كما تقول بعض الروايات، ويديله فلوس، كان له شهرية أو كان له شهرية، وبيجيب له اللبس بتاعه والأكل بتاعه كل حاجة. دي برضك بنقول ينفق عليه إنفاقا تاما. بنقول لبرضك للسادة المشاهدين، ممكن حضرتك تكون متكفي الأسرة كاملة، ومع ذلك بتلاقي ان رب الأسرة دهوت ممكن يشتمك او يتطاول عليك او يعمل فيك زي ما قول كده حاجة من وراك تسبب لك مشاكل. هل معنى ذلك ان انا خلاص اسيبه مع انه محتاج وانا عارف انه محتاج اسيبه؟ نشوف سيدنا ابو بكر عليه رضوان الله. سيدنا ابو بكر بشر، قال والله لن اعطيه بعد اليوم. بس خلي بالك ده عمل ايه؟ اتكلم في عرض، خد في عرض بنته، في عرض بنته أبو بكر الصديق عليه رضوان الله. سبحانه وتعالى أنزل عليه قرآنا يتلى، وإذا بالقرآن يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يبتلئ للفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. سيدنا أبو بكر يقول له إيه؟ يبكي. لا بلى،
ده اذا كان ان انا انفاق علي دوت هيخلي ربنا يسامحنا ويغفر لي لا انا مسامح في زي ما بيقول مسامح في لا احب ان يغفر الله لي والله لا اعطينا لمسطح ما كنت قد منعته عنه. ويبدا سيدنا ابو بكر الصديق عليه رضوان الله بالاخلاق المحمديه التي تعلمها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبدا بالانفاق عليه. والله الذي لا اله غيره في زماننا دلوقتي لو واحد بس كلمه في التليفون باسلوب غير لائق انت مش عارف انت بتكلم مين انت وتبدا تاخد العزه بالاسم الشهريه بتاعتك اتقفلت. طب في رمضان كده يا مولانا وانت مشغول بصلاتك كده وكل شويه تروح القيام والتهجد بالليل في الشيخ حسنين وعربيتك وتوديها وتجيبها وسايب محمد وام محمد ما تعمل كده صله رحم وتتصل بمحمد ابننا كده وتقول له يعني يا ابني انا مقصر في حقك ولا حاجه؟ انا مقصر انا اهوت يعني انا اعترف ان انا مقصر بس نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا الأمر يا رب. وأن يجعله في ميزان حسناتنا وأن يرزقنا الإخلاص. نعم. وإحنا دايما زي ما حضرتك تعلمنا من فضلتك نحن بنريد بهذا العمل الله عز وجل يا رب. وقال الله عز وجل وليخشى الذين لو طرقوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نعم. والله ما نفعل هذا الأمر إلا ابتغاء مرضات الله وحتى تعم البركة على بيوتنا وعلى أولادنا. نرجع تاني لصلة الرحم فضيلة الشيخ. في يوم من الأيام سيدنا أبو هريرة عليه رضوان الله يجلس مع أصحابه في ليلة الخميس في ليلة الجمعة عفوا في عشية الخميس وفي ليلة الجمعة قاعد بالليل كده فقال لأصحابه من كان منكم لا يصل رحمه فليقم من مجلسنا. اللي قاعد فيكم ما بيتصلش ومتواصلش مع أهله يقوم من مجلسنا. وفي يوم من الأيام إذا بشاب كان لا يصل رحمه وبالأخص عمته فذهب إلى عمته ثم سألته عمته سألته اسأل أبا هريرة اسأله لماذا قال ذلك. أيوة. فهذا الشاب راح لسيدنا أبو هريرة عليه رضوان الله انت خرجتني ليه من المجلس في يوم الخميس وفي ليلة الجمعة؟ فقال والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ترفع الأعمال إلى الله. ليلة الجمعة يوم الخميس وفي ليلة ترفع الأعمال إلى الله ولا ترفع أعمال من لا يصل رحمه. الله. حثني شيخي ودعاني إلى أن أرسل بباقة تهنئة وحب إلى أمي الغالية، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمرها، وإلى إخوتي وأشقائي وأحبابي، وإلى بناتي وزوجتي، وإلى نسيبي وصهري وحماتي، وإلى جيراني وأهلي وأحبابي، وإلى رواد المسجد الذي أخدم فيه الدعوة بمدينة المنصورة، رواد مسجد الجمال، وإلى أحبتي الكرام من أحبهم وهم مقربون إلى قلبي، أبي وحبيبي وأخي الحاج أحمد سلطان، وأبي وحبيبي وأخي المهندس عادل عوض، والجميع لكم مني باقة حب، كل عام أنتم الخير. وإلى حبيبي وشيخي فضيلة الشيخ إبراهيم حسن سعد كل الشكر والتحية والتقدير، ولحضراتكم بالحب التقينا معكم، وعلى الحب نشكركم، على أمل أن تتواصلوا وأن تصلوا الأرحام وتفشوا السلام وتطعموا الطعام حتى نصل جميعا ونتواصل هناك في الجنة مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. نترككم في رعاية الله وأمنه. رمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا رسول الله يا أهل الورى أخلاقه القرآن يدعو للسلام يدعو إلى الله الكريم بحكمة وتواضع عندك إنه خير الآلام. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.